بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول من التعليم الثانوي الفني، أهلا بكم في أولى حلقات مادة الكيمياء. درسنا في الفصل الدراسي الأول مادة الكيمياء، كانت عبارة عن 3 فصول. الفصل الأول كان بيتكلم عن الصيغة الكيميائية والمول، عرفنا تعريف الصيغة الكيميائية، عرفنا تعريف المول، عرفنا تعريف الصيغة الأولية. ابتدينا نتدرب على إيجاد الصيغة الكيميائية والصيغة الأولية للمركب. الفصل الثاني كنا بنتكلم فيه عن المعادلة الكيميائية، إيه هي تعريف المعادلة الكيميائية، إيه هي متطلبات كتابة المعادلة الكيميائية، كيف يمكن وزن المعادلة الكيميائية. دخلنا في الفصل الثالث على الحساب الكيميائي، ومن خلال الفصل ده قدرنا نعرف إزاي نحسب مقادير المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل. النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن أو هنعمل مراجعة عامة على ما سبق دراسته في الفصل الدراسي الأول من خلال سؤال وإجابة. هنبدأ أولا بالسؤال الأول عندنا، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. يبقى السؤال الأول عندي، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. السؤال الأول بيقول في المعادلة الكيميائية يكتب على السهم المواد المتفاعلة، المواد الناتجة، شروط التفاعل. الإجابة هي شروط التفاعل. المواد المتفاعلة بتكتب على يسار السهم، المواد الناتجة بتكتب على يمين السهم، لكن فوق السهم أنا بكتب شروط التفاعل سواء من عوامل حفازة أو ضغط أو حرارة. السؤال الثاني، إذا كانت كتلة المول من ذرات الهيدروجين 1 جرام، فإن كتلة المول من جزيئات الهيدروجين تساوي كام؟ كتلة المول من ذرات الهيدروجين يعني ذرة الهيدروجين كتلتها 1 جرام، لكن لما أجي أقول جزيء هيدروجين فهو بيتكون من ذرتين، الذرة 1 جرام، يبقى الاتنين ذرة ب2 جرام، يبقى الإجابة الصحيحة عندي هي 2 جرام. السؤال الثالث، 0.5 مول من غاز الأكسجين يحتوي على نقط جزيء. طالما قال لي نقط جزيء هفتكر على طول عدد أفوجادرو، وعدد أفوجادرو هو عدد الأيونات أو الجزيئات أو الذرات الموجودة في مول واحد من المركب اللي عندي. عدد أفوجادرو معروف أنه هو 6.2 × 10³. طيب هل هكتب أنا 6.2 × 10³ ولا هختار إيه الإجابة؟ أما أقول هنا 0.5 مول يعني نص مول، هو المول 6.2 × 10³. طب يبقى النص بتاعها كام؟ 3.1 × 10³. يبقى الإجابة عندي هي 3.1 × 10³. السؤال الرابع، للتعبير عن الحالة الصلبة، يعني أنا وأنا في المعادلة بجيب مواد متفاعلة ومواد ناتجة بتنتج عندي. المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة ليها حالات، وإحنا عارفين حالات المادة يا صلبة يا سائلة يا غازية، كل حالة منهم يا محلول، كل حالة منهم بيبقى ليها رمز. طيب هو هنا بيتكلم عن الحالة الصلبة، طب الحالة الصلبة أحط لها الرمز جي ولا الاي كيو ولا الاس؟ الإجابة هي الاس، الجي دي اللي هي الغاز، الاي كيو هي المحلول. السؤال الخامس، يشير السهم في المعادلة الكيميائية إلى. كلمة يشير السهم يعني السهم لما أجي أنا بيشير لأنهي جزئية عندي في المعادلة الكيميائية، هل هي بيشير للمواد الناتجة ولا المواد المتفاعلة ولا العوامل الحفازة؟ قلنا يشير السهم يعني أنا عايز على يمين السهم، شماله قلنا دي المواد المتفاعلة، يمينه أو اللي بيشير إليه هي المواد الناتجة. طيب أنت قلت لي المواد المتفاعلة موجودة على شمال السهم، المواد الناتجة ده اللي بيشير إليها أو على يمين السهم، طب العوامل الحفازة بتكتب فين؟ تكتب فوق السهم مع شروط التفاعل. تفاعل الحمض والقاعدة يسمى تفاعل، اتحاد مباشر، احلال مزدوج، ولا تفاعل تعادل؟ يسمى تفاعل تعادل. تعادل ليه؟ لأن بتفاعلهم الاتنين مع بعض بتختفي خواص كل منهما،
يعني بتختفي خواص الحمض وبتختفي خواص القاعدة. عدد جزيئات 2 جرام هيدروجين نقط عدد جزيئات 32 جرام أكسجين، هل أكبر من ولا أصغر من ولا تساوي؟ قبل ما أجاوب هبص ال 2 جرام هيدروجين دول يعني إيه؟ يعني مول من جزيئات الهيدروجين. طيب 2 أو 2 مول من جزيئات الهيدروجين، 32 جرام أكسجين يعني إيه؟ يعني مول من جزيئات الأكسجين. يبقى أنا هنا عندي مول من جزيئات الهيدروجين وهنا عندي مول من جزيئات الأكسجين، ومعروف إن المول في عدد جزيئات ثابت اللي هو عدد أفوجادرو اللي هو 6.2 في 10^23. يبقى إذا ال 2 جرام هيدروجين فيهم عدد جزيئات مقداره 6.2 في 10^23. الأكسجين برضو المول من الجزيئات بتاعه في 6.2 في 10^23. يبقى إذا عدد الجزيئات سواء في ال 2 جرام هيدروجين أو في ال 2 جرام أكسجين أو في ال 32 جرام أكسجين، الاثنين هيبقوا متساويين عدد الجزيئات بتاعته. يبقى الإجابة عندي تساوي عدد ذرات المغنيسيوم مكتوب بين قوسين ام جي بتساوي 24. ام جي بتساوي 24 يعني الكتلة الذرية للمغنيسيوم 24، يعني 24 وحدة كتل ذرية. طالما انا قلت كتلة ذرية يبقى اذا المول من المغنيسيوم ب 24 جرام. طيب احنا قلنا المول 24 جرام، طيب انا عايز عدد الذرات اللي موجودة في 6 جرام. عشان اعرف عدد الذرات اللي موجوده في 6 جرام قلنا كلمه عدد سواء طلب من عدد ذرات او عدد جزيئات او عدد ايونات لازم اعرف هو مول او نص مول او ربع مول عشان اقدر اجيب الرقم بتاع عدد جزيئات من خلال عدد افوجادرو. لو انا بصيت هنا على ال 6 جرام هو الكتله كتله المول بتاع الام جي 24، يبقى ال 6 جرام دي عباره عن كم مول؟ ربع مول. طيب يبقى اذا ال 6.2 في 10^23 ديت اللي هي كتله المول زي ما قلنا في عدد افوجادرو، يبقى اذا عدد الذرات الموجوده في المغنيسيوم ساعتها هتساوي ربع في 6.2 في 10^23 لان هي ربع مول. يبقى اذا هي هتاخد ربع عدد الجزيئات اللي موجوده في المول الواحد اللي هو 6.2 في 10^23. يبقى هل 25%، 75%، 5/10؟ هتبقى 25% لان هي ديت الربع. السؤال بعد كده عند حينما تكون المادة في حالة محلول يوضع بعد الصيغة الجزيئية لتلك المادة الرمز AQLS. اولا لازم اعرف الرموز ديت الـ AQ يعني ايه، الـ L يعني ايه، الـ S يعني ايه. الـ AQ ده للتعبير عن المحلول، يعني لما يكون الجهاز في حالة محلول بكتب تحت منه تحت الصيغة الجزيئية بتاعته بكتب AQ. لو كانت في حالة سائلة بكتب تحت الصيغة بتاعته L. لو كان في حالة صلبة بكتب تحت الصيغة بتاعته S. هو هنا قال لي في حالة ايه؟ محلول، يبقى هختار الـ AQ. كتلة المول بالجرامات نقط رقم الكتلة الذرية او الجزيئية بوحدة الكتل الذرية. هل كتلة المول بالجرامات بيساوي ولا أكبر ولا أقل من رقم الكتلة الذرية أو الجزيئة بوحدة الكتل الذرية؟ إحنا اتفقنا كتلة المول بالجرامات معنى المول يعني إيه؟ هو كتلة جزيء واحد مقدرا بالجرام، يعني إن أنا هو نفس رقم الكتلة، هو نفس رقم الكتلة، يعني أنا عندي سي بتساوي الكتلة الذرية بتاعته 12، يبقى كتلة المول برضو 12. الاتش الكتلة الذرية بتاعته 1، يبقى برضه كتلة المول بتاعه بواحد. يبقى اذا كتلة المول دايما بالجرامات بتساوي رقم الكتلة الذرية او الجزيئة. ده كان سؤال اختار من بين الاقواس. هننتقل لسؤال اخر. اكتب المصطلح العلمي. فاكتب المصطلح العلمي بيديك التعريف وانت اللي بتقول المصطلح بتاعه. وصف بسيط موجز للتغيرات الحادثة في التفاعل الكيميائي. يعني ايه الحاجة اللي بتوصف لي التفاعل الكيميائي؟ بتقول لي مين مواد متفاعلة، مين مواد ناتجة، فين شروط التفاعل، هل في عوامل حفازة ولا لا، هل في حرارة، هل في ضغط. كل الكلام ده بيتجمع عندي في سطر واحد اللي هو المعادلة الكيميائية. يبقى اذا المصطلح العلمي الاولاني هو المعادلة الكيميائية.
رقم 2 صيغة تمثل أبسط نسبة تتواجد عليها العناصر في هذا المركب. أنا بشوف كلمة صيغة بختلف أو بتلخبط ما بين الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية أو الصيغة الكيميائية. أنا ببص أول ما ألاقي كلمة تمثل أبسط نسبة، يعني أقل نسبة موجودة للعناصر أو للعناصر اللي موجودة في المركب، دي على طول تسمى الصيغة الأولية. ليه أولية؟ يعني أقل حاجة. يبقى طالما إن هي أبسط نسبة موجودة على العناصر فتسمى بالصيغة الأولية. عدد الذرات أو الجزيئات أو الأيونات التي يحتويها مول واحد من المادة، وده قلناه من شوية لما كنا بنتكلم هل عدد الجزيئات اللي موجودة في 2 جرام من الهيدروجين وال 32 جرام من الأكسجين، قلنا الاتنين قد بعض عشان عدد أفوجادرو. يبقى عدد أفوجادرو هو عدد الذرات أو الجزيئات أو الأيونات التي يحتويها مول واحد من المادة. يبقى الإجابة عندي عدد أفوجادرو، والمفروض إن احنا نبقى حافظين الرقم بتاعه عشان المسائل، إن العدد ده رقم ثابت أو عدد ثابت اللي هو 6.2 من 100 في 10 في 23، يعني المول الواحد من أي مادة بيحتوي على نفس العدد 6.2 من 100 في 10 في 23. السؤال اللي بعد كده، دراسة العلاقات الكمية التي تتضمنها معادلات التفاعل بحساب مقادير المواد الداخلة في التفاعل والمواد الناتجة عنه. ده تعريف إيه؟ ده تعريف الحساب الكيميائي. الحساب الكيميائي بيمسك لي المعادله زي ما بنقول كده وبيفصصها، بيعرف لي المواد، كل عنصر او كل مركب موجود في في المعادله ديت كميته قد ايه، كم مول، عدد ذراته، عدد جزيئاته، حالته، بتفصص كل حاجه. فالحساب الكيميائي هو دراسه العلاقات الكميه التي تتضمنها معادلات التفاعل بحساب مقادير المواد الداخله في التفاعل والمواد الناتجه عنه. السؤال اللي بعد كده، مواد تغير من سرعة التفاعل ولكنها لا تشترك فيه. ودي خدها من زمان، ان هي دي معروفة اسمها العوامل المساعدة او العوامل الحفازة، بتحفز التفاعل على سرعة، ان هي بتزود من سرعة التفاعل، تعمل معاها تغيير في سرعة التفاعل، لكنها زي ما بتخش كيميائيا زي ما بتخش زي ما بتخرج، لكن فيزيائيا ممكن يحدث لها تغير في حالتها، من حالة صلبة لحالة سائلة، من حالة سائلة لحالة غازية، بودرة، الكلام كل ده، ولكن بتفضل كحالتها الكيميائية زي ما هي. صيغة رمزية بسيطة توضح نوع وعدد الذرات. هناك احنا قلنا صيغة رمزية تمثل أبسط نسبة، يبقى أبسط نسبة دي كانت الصيغة الأولية. طب نشوف دي ايه. صيغة رمزية بسيطة توضح نوع وعدد الذرات التي تركب منها جزيء واحد من المادة هو الصيغة الكيميائية أو الصيغة الجزيئية. يبقى الصيغة الكيميائية أو الصيغة الجزيئية الاثنين اسم واحد. المواد الجديدة المتكونة نتيجة حدوث التفاعل الكيميائي. حدث تفاعل كيميائي، كان في مواد متفاعلة وحصل ما بينها تفاعل كيميائي فهينتج عنها مواد جديدة. هذه المواد الجديدة بسميها بالمواد الناتجة، بسميها بالمواد الناتجة. الكتلة الجزيئية للمادة معبرا عنها بالجرام، وقلناها من شوية اللي هي المول. المول بتبقى الكتلة، احنا قلنا لما اجي احسب الكتلة بتاعة الذرة، لو انا عايز كتلة ذرية غير كتلة المول، كتلة المول بالجرام، لكن الكتلة الذرية بوحدة الكتلة الذرية، لكن نفس الرقم، لكن نفس الرقم. يبقى الكتلة الجزيئية للمادة معبرا عنها بالجرام هي المول. المواد التي يمكن أن يحدث لها تغير كيميائي، دي مواد متفاعلة. المواد المتفاعلة ديت اللي أنا بدخلها جوه التفاعل، يا إما ممكن أحيانا يحدث لها تغير كيميائي، يعني يمكن أن يحدث لها تغير كيميائي، ممكن يحدث لها تغير كيميائي وتطلع لنا مواد جديدة اللي هي المواد الناتجة. تفاعل الحمض والقاعدة بحيث تختفي خواص كل منهما، الإجابة هو تفاعل التعادل. وإن تفاعل التعادل ده تفاعل الحمض والقاعدة، بتختفي خواص الحمض، تختفي خواص القاعدة، وبتظهر لنا خواص جديدة. السؤال اللي بعد كده، علل لما يأتي. المعادلة الموزونة أساس الحساب الكيميائي الصحيح. يعني لما أكتب معادلة لازم أوزنها، لازم في المعادلة اللي عندي، مش هكتبها كرموز واسيبها، لا، لازم اعمل وزن المعادلات بحيث تكون عدد الذرات ونوع الذرات اللي داخلة في التفاعل قد عدد الذرات ونوع الذرات اللي ناتجة منه.
ليه بقى المعادله الموزونه اساس الحساب الكيميائي الصحيح؟ لانها تعطينا نسبه اعداد الذرات او الجزيئات او الانيات التي تدخل في التفاعل الكيميائي والتي تنتج عنه. يعني هي بتوضح لنا نوع وعدد الذرات او الجزيئات اللي بتخش في التفاعل ونوع وعدد الذرات اللي ناتجه من التفاعل. رقم 2، تستخدم في بعض التفاعلات عوامل حفازة. لسه قلنا من تعريف عوامل الحفازة هي المواد التي بتعمل على تغيير سرعة التفاعل ولكنها لا تشترك فيه. يبقى إذن أنا بستخدم العوامل الحفازة ديت عشان تغير لي من سرعة التفاعل. في الحساب الكيميائي لا يمكن التعامل بذرات أو جزيئات محدودة. ليه؟ لأن الذرات ديت بتبقى او الجزيئات دي بتبقى صغيره وزن وحجم، يعني حجمها وزنها صغير جدا. فاقل وزن يمكن قياسه لو انا خدت مول، زي ما احنا بنقول كده، مول من الهيدروجين، مول من الاكسجين، مول من الكربون، هيحتوي على كم ذره او كم جزيء او كم ايون؟ 6.2 × 10^23. هذا الرقم الكبير ده بيخلينا ان احنا ما نقدرش نتعامل بذرات او جزيئات محددة، لا احنا بنلجأ الى مقادير يمكن قياسها، ربع مول، نص مول، مول، لكن ما اقدرش ان انا وانا بتعامل بحساب كيميائي ما اقدرش اتعامل بذرة او جزيء محدود. المول وحدة مناسبة للاستخدام في الحساب الكيميائي، لان قلنا المول ده كتلة المول بتعرف بمعلومية الكتلة الجزيئية أو الذرية. يعني أنا عندي كده كده الكتلة الذرية موجودة، كل اللي أنا بعمله إنها بتتحول من وحدة كتل ذرية لجرام، فده بيساعدني في تسهيل الحسابات الكيميائية. تفاعل الحمض والقاعدة يسمى تفاعل تعادل. تعادل ليه؟ لأن هو الحمض ليه خصائص والقاعدة ليها خصائص. مع حدوث التفاعل دوت بينتج مادة أخرى، المادة الأخرى دي بتخفي خصائص كل من أو خواص كل من الحمض والقاعدة. وزن المعادلات الكيميائية يخضع لقانون بقاء الكتلة. قانون بقاء الكتلة إن لازم يكون زي ما احنا قلنا عدد ونوع الذرات اللي داخلة في المواد المتفاعلة قد عدد ونوع الذرات اللي ناتجة من التفاعل. ده قانون بقاء الكتلة. فبناء عليه انا مش هقدر اعمل الكلام ده غير لما اوزن المعادلة الكيميائية صح. يعني مش هكتب رموز فقط، لا لازم احدد كم ذرة هيدروجين، كم ذرة اكسجين، كل عنصر داخل لازم احدد له كم ذرة منه عشان اقدر اوزن المعادلة صح حسب قانون بقاء الكتلة. لازم ان مجموع الكتل اللي داخلة تكون قد مجموعة الكتل الناتجة من التفاعل. عدد الذرات في 12 جرام من الكربون يساوي عدد الذرات في 23 جرام من الصوديوم. نمسك انا هنا بقول عدد الذرات هنا يساوي عدد الذرات هنا. انا عشان اعرف عدد الذرات اللي هنا قد اللي هنا لازم ارجع لعدد افوجادرو اللي هو 6.2 × 10^23. طيب ل 12 جرام، وعشان اعرف عدد افوجادرو لازم اعرف ده كم مول وده الكربون كم مول والصوديوم برضو كم مول. هرجع ابص 12 جرام كربون، ما احنا قلنا الكتله الذريه للكربون 12، يبقى كتله المول 12 جرام، يبقى اذا الكربون اللي عندي هنا ده مول واحد، يبقى اذا في عدد افوجادرو اللي هو 6.2 × 10^23. طب نيجي عند الصوديوم، ده 23 جرام. طب الصوديوم ان ايه 23، يبقى اذا هو ده كمان الصوديوم برضو ده مول من الصوديوم، وطالما انه مول من الصوديوم يبقى برضو في 6.2 × 10^23. يبقى اذا الاثنين فيهم عدد الذرات متساوي، لان كل واحد فيهم يعتبر مول من المادة، واحنا عارفين ان اي مول من المادة بيكون كل المولات الواحدة من المادة بتكون متساوية في عدد الذرات أو جزيئات أو الأنيات اللي موجودة فيها اللي هو عدد أفوجادرو. لا يمكن الاعتماد على المعادلة اللفظية في الحسابات الكيميائية. يعني ما جيش أنا في المعادلة الكيميائية وأكتبها معادلة لفظية أقول كربون زائد أكسجين يديني ثاني أكسيد كربون. ليه؟ لازم أحولها
لرموز وسياق، لان المعادله اللفظيه مش هتعرفني التركيب بتاع الجزيء ده. يعني اما اجي اقول حمض كبريتيك انا كده ما مش عارف ايه تركيبه، لكن لما اجي اكتب الصيغه الكيميائيه والجزيئيه بتاعته H2SO4 كده خلاص انا عرفت تركيب الجزيئات بتاعته هي عباره عن ايه، هيدروجين كربون اكسجين. كمان عرفت النسبه ما بين اعداد الجزيئات المتفاعله او الناتجه. السؤال اللي بعد كده رقم 9، المعادله الموزونه هي ادق تعبير عن التفاعل الكيميائي. لان في المعادله الموزونه احنا بنكتب المعادله برموزها والصياغه الكيميائيه بتاعتها، بنكتب حاله الماده ان كانت صلبه او سائله او غازيه او محلول، بنكتب بعد كده على السهم شروط التفاعل ان كان عوامل حفازه ان كان ضغط او درجه حراره. يبقى اذا هي بتلم التفاعل وصفيا وكميا. مش كده لما نيجي نجاوب السؤال ده بنقول ايه؟ لانها تعبر عن التفاعل بصوره وصفيه وكميه. يبقى هي هنا بتوصف التفاعل وصف دقيق وبتدينا الكميات بتاعته. السؤال الرابع، صوب الخطأ في العبارات الآتية. إذا كانت كتلة 1/10 مول من فلز 5.6 جرام، يبقى أنا عندي 1/10 مول من الفلز 5.6 جرام ده كتلته، يبقى الكتلة الذرية للفلز كام؟ عشان أعرف الإجابة الكتلة الذرية قلنا دي كتلة المول واحد من المادة بالجرامات اللي هي المول. طب الكتلة الذرية للفلز، انا عايز مول، لكن هو هنا اداني ايه؟ 1/10 مول. طب 1/10 مول عشان اخليه مول اعمل ايه؟ هضرب في 10. يبقى كذلك كتلته هي كمان هضربها في 10. 5.6 × 10 × 10 هتبقى 56 جرام. يبقى اذا مش هتطلع 65/100 جرام، لا هتطلع 56 جرام. يبقى التعديل عندي او تصويب الخطا ان انا هشيل 65/100 جرام واكتب مكانها 56 جرام. السؤال الثاني، تبين الصيغه الاوليه عدد المولات من كل عنصر في المركبات المختلفه. ابص هنا الاقي الصيغه الاوليه، واحنا حافظين ان الصيغه الاوليه تعريفها هي صيغه رمزيه تمثل ابسط نسبه. طب امال مين اللي بيوضح لي عدد المولات او نوع وعدد الذرات اللي موجوده اللي هي الصيغه الجزيئيه او الكيميائيه؟ يعني انا كتبت الصيغه الجزيئيه صحيح، كتبت الصيغه الكيميائيه برضو صحيح. رقم 3، في التفاعلات الكيميائيه مجموع كتل المواد المتفاعله اكبر من مجموع كتل المواد الناتجه من التفاعل. لسه احنا قايلين من شويه ان المعادله الكيميائيه واحنا بنوزنها وبنشتغل عليها وبنحسب لها الحسابات الكيميائيه لازم تخضع لقانون بقاء الكتله. يبقى هنا قانون بقاء الكتله كان بيقول ايه؟ ان احنا لازم كتل المواد المتفاعله تكون قد كتل المواد الناتجه. يبقى التغيير اللي عندي او التصحيح اللي عندي انا هشيل كلمه اكبر واحط مكانها تساوي. يعني لازم يبقى في التفاعلات الكيميائيه مجموع كتل المواد المتفاعله تساوي مجموع كتل المواد الناتجه من التفاعل. الصيغه الكيميائيه وصف بسيط موجز للتغيرات الحادثه في التفاعل الكيميائي. الصيغه الكيميائيه قلنا الصيغه الكيميائيه هي صيغه رمزيه تمثل او توضح نوع وعدد الذرات الموجوده في جزيء واحد من هذا المركب، ده الصيغه الكيميائيه. امال ايه هو الوصف البسيط موجز للتغيرات الحادثه في التفاعل الكيميائي؟ لا المعادله الكيميائيه. قلنا المعادلة الكيميائية من شوية ان هي بتديني كل المعلومات عن التفاعل اللي بيحصل معايا، بتديني مواد ناتجة، بتديني مواد متفاعلة، بتديني عدد ذرات او عدد المولات اللي موجودة في كل عنصر او مركب داخل في التفاعل، بتديني كمان الحالة الفيزيائية بتاعت كل مركب ان كان صلب او سائل او غاز او محلول، كمان فوق السهم بتديني شروط التفاعل من عوامل حفازة او من ضغط او درجة حرارة. يبقى التعديل اللي عندي ان انا هشيل كلمة الصيغة الكيميائية واحط مكانها المعادلة الكيميائية. السؤال اللي بعد كده، في المعادلة الايونية مجموع الشحنات على الطرف الايسر يساوي زائد واحد.
دايما مجموع الشحنات سواء طرف ايسر او طرف ايمن لازم يساوي صفر، عشان ده وزن المعادله، ده وزن المعادله. لو انا وزنت المعادله وما طلعتليش يساوي صفر سواء على الطرف الايسر او الطرف الايمن، يبقى انا في عندي غلط في المعادله بتاعتي ولابد من تصحيحها. اخر سؤال في التصحيح، الجرام وحدة الكتلة المستخدمة في الحساب الكيميائي وهو وحدة كمية المادة في النظام العالمي. وحدة قياس او وحدة قياس كمية المادة في النظام العالمي هي المول. اذا هنشيل كلمة جرام من وحدة الكتلة ونشتغل او بنكتب مكانها المول. ده كان مراجعة على حاجات بسيطة من الفصل الاول والتاني والتالت. هنبدأ ناخد مجموعة من المسائل كمراجعة على هذه المسائل اللي احنا خدناها. أول مسألة عندي، مركب هيدرو، مركب هيدرو كربوني يتكون من 12% جرام كربون و 2% جرام هيدروجين. اوجد الصيغة الجزيئية له علما بأن C بتساوي 12 والH بتساوي 1. مركب هيدروكربوني، كلمة هيدروكربوني يعني هو بيتكون من هيدروجين وكربون، يبقى إذن هيديني كتلة الهيدروجين وهيديني كتلة الكربون. تكون من 12% جرام كربون و 2% جرام هيدروجين. اوجد الصيغة الجزيئية له. اتفقنا عشان اكتب اي صيغة جزيئية او كيميائية او اي صيغة بشتغل على حسب عدد المولات. طيب هنا انا ما عنديش عدد مولات، هنا عندي جرامات، يبقى لازم احول الجرامات دي لعدد مولات. يعني اذا عشان اكتب الصيغة الجزيئية اللي هو طالبها عندي لازم اجيب عدد مولات الكربون، اجيب عدد مولات الهيدروجين. طيب عدد المولات لأي عنصر عايز أجيب عدد مولاته، إيه القانون بتاعه؟ بقسم الكتلة الجرامية للعنصر اللي هي مديها لي في المسألة على الكتلة الذرية بتاعته، بقسمها على الكتلة الذرية بتاعته. مثال وإحنا شغالين أهو، عدد مولات الكربون، ما انا لازم اجيب عدد مولات الكربون ولازم اجيب عدد مولات الهيدروجين عشان اقدر اكتب الصيغه. عدد مولات الكربون اللي عندي اعمل شرطة كسر، فوق مكتوبه ايه؟ الكتله الجراميه اللي هو اداها لي في المساله اللي هي كام؟ 12% على الكتله الذريه. طب انا فين الكتله الذريه ديت؟ الكتله الذريه ديت اللي هي ما بين الاقواس، الكتلة الذرية بتاعت الكربون 12، الكتلة الذرية بتاعت الهيدروجين 1. فبروح قاسم 12% على ال 12 يطلع لي ان عدد مولات الكربون 1% مول. يبقى دي اول حاجة عندي، ان انا خليت عرفت ان عدد مولات الكربون 1% مول. بعد كده بجيب عدد مولات الهيدروجين من نفس القانون، ما احنا اتفقنا عدد مولات اي مادة بجيبها من نفس القانون اللي هي الكتلة الجرامية للعنصر على الكتلة الذرية. طيب هو في المسألة اداني الكتلة، اداني الكتلة بتاعت المول قد ايه؟ اداني كتلة المول بتاع او الكتله الجراميه بتاعت الهيدروجين ادها لي 2%.
طيب الكتلة الذرية بتاعت الهيدروجين كام؟ واحد. يبقى إذا عدد مولات الهيدروجين هتساوي 2 من 100 على 1، يعني 2 من 100 مول. لو أنا حبيت أعمل نسبة وتناسب ما بين عدد مولات الكربون وعدد مولات الهيدروجين، هلاقي إن عدد مولات الكربون اداها لي 1 من 100 وعدد مولات الهيدروجين ده 2 من 100. انا ما بشتغلش، مش هكتب الصيغه ب1 من 100 و2 من 100، لازم يكون ارقام صحيحه. طب انا اعمل ايه؟ هقسم عشان اجيب العدد الصحيح، هقسم على اقل عدد للمولات لاي العنصرين او العناصر اللي موجوده عندي، فهقسم على 1 من 100 سواء هنا او هنا. الاقي ان عندي عدد مولات الهيدروجين او الكربون هتبقى 1، عدد مولات الهيدروجين هتبقى 2. يبقى الصيغة الكيميائية اللي مطلوبة عندي تتركب من ايه؟ من مول كربون واتنين مول هيدروجين. طالما ان انا جبت خلاص عدد المولات اقدر اكتب الصيغة. انا بقول مول كربون يعني هكتب سي، اتنين مول هيدروجين يبقى هكتب اتش. اتش كام؟ اتش 2 عشان هما 2، وتبقى دي الصيغة الكيميائية اللي هو طالبها مني في المسألة، سواء الصيغة الكيميائية أو دي اسمها الصيغة الكيميائية أو الصيغة الجزيئية الاتنين واحد. مسألة تانية مركب كتلته الجزيئية 28، يعني المركب ده الكتلة الجزيئية بتاعته 28، وكانت الصيغة الأولية له CH2. أنا بقول صيغة أولية. أوجد الصيغة الجزيئية ومدينا كالعادة السي ب12 والاتش بواحد. طب انا عندي كتلته الجزيئية 28 وعندي الصيغة الاولية بتاعته CH2، عشان اقدر اجيب الصيغة الجزيئية لازم اجيب كتلة الصيغة الاولية. ليه؟ لان الصيغة الجزيئية هي مضاعفات للصيغة الاولية. عايز اعرف ان الصيغة الجزيئية ديت قد الصيغة الاولية دي كم مرة؟ 2 3 4 5. اعمل ايه؟ لازم اجيب الاول كتلة الصيغة الاولية، اللي هي ايه كتلة الصيغة الاولية؟ اللي هي CH2 عندي في المسألة. كتلة الصيغة الاولية دي بتساوي مجموع كتل مكوناتها. مجموع كتل مكونات، يعني انا بجمع الكتل بتاعة الصيغة اللي عندي. طب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي السي. السي هنا عندي كم مول؟ مفيش رقم تحت منه، يبقى مول واحد. في المول كتلته قد ايه؟ لان انا بقول هنا كتله، يبقى هشتغل بالجرامات. كتله المول عندي بتاعه الهيدروجين كام؟ الكربون كام؟ 12. يبقى عندي مول واحد من الكربون، يبقى ادي واحد اللي هو عدد المولات في كتله المول الواحد اللي هو ال 12. قال لي هنا مجموع، يبقى هجمع عليه كتله الهيدروجين. طيب هل الهيدروجين هنا عندي مول واحد؟ لا، ده عندي 2 مول. طيب والمول الواحد كتلته قد ايه عشان اعرف كتله الهيدروجين اللي عندي؟ ابص فوق الاقي ان الكتله الذريه بتاعت الهيدروجين بواحد، يعني كتله المول بواحد جرام. يبقى اروح ضارب الاثنين اللي هي الاثنين مول في كتله المول الواحد اللي هي الواحد. 12 في 1 ب 12 زائد 1 في 2 ب 2 يعني يطلع لك ب 14. يبقى اذا عندي الكتله الجزيئيه 28، الكتله الصيغه الاوليه 14. الخطوة اللي بعد كده احنا قلنا عايز اعرف ان الصيغة او الجزيئية ديت او الكيميائية قد الصيغة الاولية كم مرة، اروح قاسم الكتلة الجزيئية على الكتلة الصيغة الاولية عشان اعرف عدد وحدات الصيغة الاولية. يعني ايه عدد وحدات الصيغة الاولية؟ يعني الصيغة الجزيئية ديت قد الصيغة الاولية كام مرة. عدد وحدات الصيغة الاولية
قلنا هتساوي الكتلة الجزيئية على كتلة الصيغة الأولية، هتساوي 28 على 14 تساوي 2. يبقى إذن عندي الصيغة الجزيئية أدي الصيغة الأولية كم مرة؟ مرتين. طب لما تكون مرتين يبقى بناء عليه أقدر أكتب بقى الصيغة الكيميائية بتاعتي. ايه هي بقى الصيغة الكيميائية بتاعت اللي مطلوبة عندي في المسألة اللي ممكن يتقال عليها جزيئية، سواء صيغة كيميائية او صيغة جزيئية واحدة. احنا قلنا ان هي قد الصيغة الاولية مرتين. طب ما انا عندي الصيغة الاولية اللي هي CH2 دي قدها مرتين، يبقى اذا الصيغه عندي هتبقى C2H4 C2H4 دي الصيغه الكيميائيه او الجزيئيه المطلوبه. يبقى طلب مني صيغه، لو بصينا كده في المساله الاولانيه طلب مني صيغه كيميائيه وكان مديني جرامات لازم احولها الاول لعدد مولات، ومن عدد المولات ابتدي اكتب الصيغه الكيميائيه بتاعتي. طيب في المساله الثانيه اداني الصيغه الاول، اداني الكتله الجزيئيه واداني الصيغه الاوليه وطلب مني الصيغه الكيميائيه او الصيغه الجزيئيه. جبنا الاول كتله الصيغه الاوليه، عرفنا بعد كده عدد وحدات الصيغه الاوليه، ثم كتبنا الصيغه الكيميائيه او الجزيئيه اللي عندي. طيب جاب لي مسألة أخرى، إذا كانت الصيغة الأولية، إذا كانت الصيغة الأولية لمركب NO2 والكتلة الجزيئية لهذا المركب 92، اوجد الصيغة الجزيئية ومدينا ال N ب14 وال O16. طيب اداني الصيغة الأولية اللي هي ال NO2، اداني الكتلة الجزيئية اللي هي 92، عايز الصيغة الجزيئية او الكيميائية. قلنا بنعمل ايه في الحالة ديت؟ صيغة جزيئية مضاعفات الصيغة الاولية، عايز اعرفها قدها مرتين ثلاثة اربعة خمسة. بعرفها منين؟ ان انا بجيب الاول كتلة الصيغة الاولية اللي هي ال NO2. قلنا بنجيبها ازاي؟ مجموع كتل مكوناتها، يعني هجيب كتلة النيتروجين واجمع عليها كتلة الاكسجين. طيب كتلة النيتروجين عندي كم مول نيتروجين؟ واحد، والمول كتلته كام؟ 14، زائد كتلة الاكسجين، الاكسجين عندي كم مول؟ 2، في الكتلة الذرية بتاعت الأكسجين كام؟ 16، يبقى عندي 1 في 14 ب 14 زائد 2 في 16 ب 32، يبقى عندي كتلة ال NO2 اللي هي الصيغة الأولية هتطلع 46، يبقى عندي أدي كتلة الصيغة الأولية 46 وأدي كتلة الصيغة الجزيئية 92. كده أقدر أعرف عدد وحدات الصيغة الأولية، وطالما اني عرفت عدد وحدات الصيغه الاوليه اقدر اعرف بعد كده الصيغه واقدر اوجد الصيغه الكيميائيه. ازاي؟ عدد وحدات الصيغه الاوليه هتساوي، هو مديني الكتله الجزيئيه 92 وانا طلعت كتله الصيغه الاوليه 46، اما اقسمهم على بعض يطلع 2،
يبقى إذن الصيغة الجزائية قد الصيغة الأولية مرتين. أنا عندي الصيغة الأولية NO2، يبقى الصيغة الجزيئية اللي عندي N2O4، ودي الصيغة الجزيئية أو الكيميائية اللي مطلوبة في المسألة. مسألة أخرى، مركب هيدروكربوني يتكون من 85-75% من وزنه كربون والباقي هيدروجين. اكتب الصيغة الكيميائية، اكتب الصيغة الكيميائية لهذا المركب إذا كانت كتلته الجزيئية 58. نرجع ونشوف هنحلها ازاي. مركب هيدروكربوني يتكون من 82 و75% من وزنه كربون، الباقي هيدروجين. طيب يبقى كده بقى عايز اعرف وزن الهيدروجين في المركب، اجيبه من الاول اهو. هتساوي هو المركب كله 100% منه 82 و75% ده كربون، يبقى الباقي كام من الهيدروجين؟ 17 و25% ده الهيدروجين اللي عندي. يبقى عندي نسبة الكربون 82 و75%، وعندي نسبة الهيدروجين 17 و25%. طب احنا اتفقنا انا عايز اكتب صيغة، صيغة دايما بتتكتب بعدد المولات. طيب اجيب ازاي بقى عدد مولات اي عنصر هنا وانا ما عنديش جرامات؟ بعمل ايه؟ بقسم الكتلة النسبية للوزن بتاعنا، الوزنية بتاعتي، على الكتلة الذرية. يبقى هنا عشان ما فيش جرامات باخد النسبة اللي عندي اللي مديها لي ديت واقسمها على الكتلة الذرية لأي عنصر من العناصر اللي موجودة عندي. بمعنى عايز اجيب عدد مولات الكربون. احنا قلنا الكربون نسبته كام؟ 82 و75% على 12، تطلع تقريبا 6.9 مول. عايز اجيب عدد مولات الهيدروجين، هتساوي 17.25 على الواحد، هتطلع 17.25 مول. احنا اتفقنا مفيش كسر، مفيش نسبة، لازم يكون صحيح. فبعمل نسبة ما بين الكربون والهيدروجين، عندي الكربون اللي هو 6.9 والهيدروجين 17.25. قلنا بنقسم على الاقل في عدد المولات اللي هي هنا 6.9 وهنا 6.9. ما اجي اقسمها تطلع هنا فيها الواحد لكن هنا فيها 2.5، جينا برضو نفس المشكلة 2.5، فبضرب في 2 بقت هنا عندي 2 وهنا 5. يبقى اذا النسبة بتاعت الصيغة الاولية عندي 2:5. يبقى الصيغة الاولية بتاعت المركب عندي ان الكربون عندي 2 يبقى C2، وعندي الاتش عندي 5 يبقى H5. دي الصيغة الاولية. هو عايز الصيغة الجزيئية او الصيغة الكيميائية. طيب كتلة الصيغة
الاوليه اللي هي سي 2 اتش 5 عندي كام؟ هقول 2 في 12 زائد 5 في 1 هتطلع معايا 29. يبقى عندي كتله الصيغه الاوليه 29. طب عدد وحدات الصيغه الاوليه كام عشان اقدر اجيب الصيغه الكميه بتاعتي؟ هقسم ال 58 اللي هي الكتله الجزيئيه على كتله الصيغه الاوليه اللي هي 29 تطلع فيها الاثنين. يبقى اذا الكتله الجزيئيه او قد الكتله الاوليه مرتين، يبقى الصيغه الجزيئيه قد الصيغه الاوليه برضو مرتين. طب فين الصيغه الاوليه؟ ما انا مطلعها هي C2H5. يبقى الصيغه الجزيئيه اللي عندي هضرب في 2 يعني C4H10. بكده نكون انتهينا من دراسة أول حلقة من حلقات المراجعة. كده بنقول إن إحنا خدنا في المراجعة بتاعتنا النهاردة، خدنا اختار من بين الأقواس، وقلنا الاختيارات اللي ما بين الأقواس اللي عندي مهمة أوي إن أنت وأنت بتفكر في اختيار الإجابة عندك لازم بتفهم الأول السؤال كويس، وبعد كده بتختار الإجابة الصحيحة. لازم نخلي بالنا من بعض الحاجات المهمة اللي احنا بنشتغل عليها، وهي ان عدد أفوجادرو من ضمن الحاجات المهمة لازم تعرف ان هو 6 × 10³ ده لازم بيتحفز، وده بيبقى عدد الأيونات او الجزيئات او الذرات الموجودة في مول من المادة. وقلنا ان عدد أفوجادرو 6 × 10³ ده عدد موجود في اي مول من المادة. يعني لو انا جيت قلت مول من ذرات الهيدروجين في قد ايه؟ يبقى في 6 × 10³ ذره. طب مول من ذرات الاكسجين برضه 6 × 10³. طب مول من ذرات الكربون 6 × 10³. طب لو انا جيت قلت بقى خلي بالك من الجزئيه دي، انا بقول مول من الذرات فبقول 6 × 10³ ذره. طب لو قال لي مول من جزيئات الهيدروجين هتبقى برضه 6 × 10³ ولكن جزيء وليست ذره. يبقى اذا خلي بالي لما يطلب مني العدد لو قال لي ذرات يبقى لازم اكتب 6 × 10³ ذره، لو قال لي من الجزيئات يبقى لازم اكتب 6 × 10³ جزيء. ده كان من ضمن الحاجات المهمه. من ضمن الحاجات المهمه القوانين اللي انا بحل بيها المسائل، ان انا وانا بجيب الصيغه الكيميائيه لابد من ان انا اعرف عدد المولات لكل عنصر. انا ما اشتغلش بجرامات ولا بنسبه، لازم اشتغل بعدد مولات. ولازم يكون في كتابه الصيغه الكيميائيه والصيغه الجزيئيه لازم يكون عدد المولات ده عدد صحيح ما يكونش كسر. قلنا لو انا عايز اخليه صحيح بقسم على اقل عدد من مولات العناصر الداخله في المركب اللي عندي. بكده نكون انتهينا النهارده من اولى حلقات مراجعة الكيمياء. خدنا فيها الاختيار، خدنا فيها علل، خدنا فيها مصطلح علمي، خدنا فيها تصويب للخطأ، خدنا فيها بعض المسائل. أترككم في رعاية الله وأمنه، وعلى وعد بلقاء آخر بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.